السلام عليكم ورحمة الله، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا رب تكونوا بخير على خير وأحوالكم طيبة. مرحبا بكم اليوم معايا في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا غادي تشوفوا معايا لي طرونج اللي كيكونوا، هاد لي طرونج هادو كيكونوا في يعني في المحلات. مهم شنقول لكم، حضرتهم لكم بطريقة سهلة، طريقة اقتصادية بزاف، واي واحد واخا تكون عمركم ما درتو لا باتيسري، اي واحد ان شاء الله يعني يقدر يوجدهم بلا جيلاتين، بلا يعني انتم غتشوفوا ان شاء الله معايا الوصفه، وغنعطيكم فكره ان شاء الله كيفاش انكم تبيعوا هاد يعني لي طرونج ديالكم غير من الدار الا ما كنتوش باغين ديروا محل. ونعطيكم حتى الطريقه باش زعما يتقاموا عليكم الخاص، يتقاموا عليكم اقتصاديا، وفي نفس الوقت يعني يكون فيهم واحد الهامش ديال الربح اللي مزيان. المهم غنعطيكم بزاف ديال النصائح في هذا الفيديو هذا، تبعوا معايا من الاول حتى الاخير الله بعد الافكار، وغنعطيكم ان شاء الله مازال فيديوهات مقبله ان شاء الله غنشارك معكم هذا النوع ديال هاد الافكار هذه. ونتمنى على الفيديو ديال اليوم ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، تبعوا معايا من الاول حتى الاخير، وما تنساوليش من اللايك اكيد، لان اللايك ديالكم راه هو اللي كيطلعنا اللي كيطلع القناه يعني كتبان للناس اخرين. فهادشي بغيت نقول لكم، مرحبا بكم معايا. هادو هما لي طرونج اللي غادي نحضر معكم اليوم بطريقه احترافيه ان شاء الله، وبزاف ديال النصائح ومع الثمن ديال البيع. ديروا لي لايك، الله يجازيكم بخير، ومرحبا بكم، بداو الفيديو ديالنا. بالنسبه لاول حاجه غادي ندوزو باش نحضروا الكريمه القشده الطريه. انا شوفوا استعمل جميع الانواع، احسن وحده لقيت هي هولالا، ما نكذبش عليكم، جيكم الصراحه هي اللي كتطلع زعما صراحه ومضمونه. هنا اللي غادي نعطيكم قبل ما تبداو طربوا الكريم فريش ديالكم، ضروري هذاك الاناء يكون جامد. انا درتو في المجمد، غتلاحظوا معايا دغيا 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 طلعت معايا القشده، هانتوما شفتوا يعني راه ما قطعتش قدامكم. القشده كانت بارده في الثلاجه مزيان، والاناء اللي غنخدم فيه كان بارد مزيان حتى هو، يعني جبدتو من المجمد مباشره كبيت فيه القشده اولا لا كريم فريش وخدمتها. وهنايا استعملت نكهه البسكويت، استعملت نكهه البسكويت مع معلقه صغيره ديال الفانيلا، لان نكهه البسكويت كتعطي مذاق رائع لهاد لي طرونش هادو. وغادي ندير هنايا السكر بودره، ما تكثروش بزاف، لان ردوا البال هاد لي طرونش هادو غادي يعني الكريمه غتكون فيها الحلاوه والسير يكون فيه الحلاوه، يعني ردوا البال القشده ديالكم بزاف حتى تخسر لكم، يعني غير صافي طلع صافي حيدوها. هنا غادي ندوزو، رانا خدمت معكم الجينواز الفيديو اللي قبل من هذا، بواحد الفيديو كان قبل من هذا رانا خدمت فيه لا جينواز. هنا غادي ناخدو سنتيمتر ديالنا باش غادي هنايا نعلمو باش هادوك لي طرونش يجيونا يعني مقادين في العبار. هنايا غادي تحسبوا بارك عليكم نتوما الا كنتو غدفعوهم غتحسبوهم غير بسبعه، غديروا فيهم غير 7 سنتيم الا كنتو غدفعوهم لصحاب المحلات او للمحلابات. صافي غير الحاجه اللي بغيت نقول لكم هو ان الوجه ديال لا جينواز ديالنا هو التحتاني، وهنايا الفوق رانا كشتو يعني الوجه هو التحت، باش هنا الفوق باش هاد الجهه هادي تشرب لينا هذاك السيرو اللي غادي نسقيو به لا جينواز ديالنا. قطعتها هنايا على 3 ديال القطع كيف ما شفتوا معايا في الفيديو، وخديت هنايا السيروم. شنو درت؟ خديت نصف لتر من الماء، ضفت ليه 3 المعالق كبار ديال السكر خشن، وزدت معاهم نكهه البسكوي وشويه ديال الفانيلا، وغليته واحد شويه ماشي بزاف يعني لمده 15 دقيقه على نار تكون متوسطه. صافي ودرتو في هاد القريعه هادي. ضروري ضروري ما نسقيوش الجينواز ديالنا الا ما كان السيرو سخون، حتى يبرد تماما باش ما تهبط ليناش لا كريم، يعني السيرو وجدوه هو الاول وديروه في المجمد يبرد لكم، عاد ديك الساعه تسقيو به لا جينواز ديالكم. هنايا غادي ندوز. صافي هنايا خديت هذيك الكريمه اللي طربتها مع النكهه ومع داك المكونات اللي درت راكم شفتو قدام عينيكم. صافي هنايا غادي ندير خطوط بحال هكا، خطوط هكا تتكون طويله ما تكونش عريضه بزاف. انا ما كيعجبنيش نكثر في هذه الحلوه هذه الكريمه بزاف باش ما تجينيش يعني دسمه، يعني وكيف ما تنقولوا حنا بالدارجه تتقهمنا. صافي هنايا غادي ناخذ بحال هاد لاسباتيل هذه، وغادي نحاول ما امكن اني نبسط بها هذيك الكريمه ديالي حتى يولي الوجه املس، يعني خاصنا هنايا نقادو الوجه ديال نقادو ديك الكريمه، خاصها تكون عندنا يعني العلو ديالها يكون مقاد باش هكا يبانوا لنا ديك الطبقات ديال الكريمه مقادين،
منين نكملوا الحلوه ديالنا. وكنشوفوا بحال هكا شي طرف بحال هكا دوك الجوانب كيكونوا بحال هكا يعني ناقصين شويه، ضروري كنعليوهم شويه بالكريمه، وغادي نزيدوا عاوتاني طرف اخر. دائما الوجه كيكون لتحت، الوجه ديال لاجينواز هو اللي كيكون يعني هو السفلي، وكنعاودوا ثاني نسقيو. وهنا اللي غنوصيكم يعني ما تسقيوش بزاف بزاف بزاف، ثاني تسقيو الجهد اللي غادي تشرب لكم لاجينواز ديالكم صافي. وغادي نعاود ندير طبقه اخرى من الكريمه، وكذلك يعني كنحاول انني نبسطها بهاد لاسباتيل هادي، وكنحاول انني نضغط. علاش كنضغط بيديا بحال هكاك؟ باش يتقادوا لي دوك الطبقات صافي. وكنعاود ندهن الطبقه الاخيره، نرش عفوا بداك السيروم. ردوا البال، السكر الحلوه ديال اولا حلويات لاكريم راه ماشي هي الحلاوه، راه هي اللي كيكون يعني محترف، فكيعطي واحد التوازن ليكيليبغ في لاكريم ديالنا، في الجينواز ديالنا، في السيرو ديالنا، كلشي يكون مقاد في السكر، باش ماشي الانسان اللي غياكل داكشي ياكل غير الحلاوه. لا صافي، هنايا درت الطبقه الاخيره من الكريمه وما كثرتش بزاف، و يعني كيف ما تشوفوا معايا قديت ليها هنا، خصني نقاد ليها الوجه ديالها مزيان، لان هنا غادي نديرو داك لو كلاصاج ديالنا. هنا في هذه المرحله هذه قبل ما تضيفوا ليها الكلاصاج، ممكن انكم ماشي ممكن راه هي من الاحسن تحتفظوا بها في المجمد ليله كامله عاد ندوزو باش نزوقوا، وغنقول لكم علاش. هنايا غادي ندوز باش نوجد يعني هذه الكريمه الثانيه اللي بمذاق الفراوله، حتى هي درت ليها نكهه البسكويت مع نكهه الفراوله، وطربت القشده ديالي راكم شفتوها صافي. هنايا يعني زدت لي هذيك النكهه ديال الفراوله اولا الفريز وصافي، وهنايا يعني وطربتها مزيان على هذا الشكل هذا، وغادي نحطها جانبا وندوزو نديرو نفس العمليه اللي خدمت معاكم في الاول، يعني في لي طرونش الاولين بالفاني، نفس الطريقه هو يعني صافي. كنسقيو بالسيرو، كنعمرو بالكريمه ديالنا، كنحاولوا اننا نملسوا الوجه ديالها حتى كنكملوا هنايا ثلاثه طبقات. هنا هنايا تعمدت باش نبين لكم هذا المقطع هذا، واخا تقسم لكم لاجينواز ديالكم تقدروا تستعملوها الوسط بحال هكا، ما كتجيش باينه نهائيا، يعني اذا كونوا متاكدين انها كتجيكم مقاده. اللي بغيت نقول لكم انا صافي ها هي هذه كملتها هنايا، انكم غادي تقدروا تحتفظوا بها في المجمد ليله كامله، من الاحسن احتفظوا بها في المجمد. هنا غادي ندوزو نوجدو الكلاصاج ديالنا بطبيعة الحال من بعد ما باتت ليله كامله في المجمد. اشنو درت تما؟ درت ثلاثه المعالق كبار ديال الناباج، ملعقه صغيره ديال الجليكوز مع نكهه البسكويت، ودرت معلقه صغيره ديال بودره الفانيلا، ودرت تما واحد القطعه ديال شويه ديال الشكلاط الابيض، لانه كيعطينا واحد المذاق زوين وكيساعدنا على هذا الكلاصاج باش يجمد. وهنايا كتشوفوا معايا هذه الصوره هذه، يعني الناس اللي كيخدموا كميه كبيره من هاد لي طرونش هادو، فكياخذوا سطيله هكا كتكون واجده ديال 5 كيلو. علاش انا اضطريت انني علاش انا حاولت يعني حاولت نخدم معكم الكلاصاج بيديكم، بحيث ماشي كلشي غادي يكون عندي الامكانيات باش يشري هذيك السطيله ديال 5 كيلو. كاين اللي بغي صايبه غير لدارو بحال هكاك، داكشي باش انايا صايبت معكم هاد الكلاصاج، وكيجي واعر، لان داك الجليكوز كيعاوننا باش ما كيسيحش لينا. الشكلاط الابيض والنكهه البسكويت كتعطينا مذاق رائع للكلاصاج ديالنا. غنديروا معاه ملون ابيض، غنديروا هادشي فوق النار غلا غير واحد شويه، على نار تكون متوسطه مهيئه، عفوا النار تكون يعني متوسطه، نبقاو نحركوا ما نحبسوش من تحركها. هو من بعد ما غلا ليا زدت لي هنايا الملون الابيض، وكتشوفوا كنحصلوا على كلاصاج بحال اللي رحنا شريناه. شوفوا كيفاش داير القوام ديالو صافي، كيف ما قلت لكم كيجي بنين وكيجي لذيذ، لان الا استعملتوا غير الناباج بوحدو فالناباج فيه غير الحلاوه، ما فيه حتى شي مذاق، ما غيعطيكمش مذاق زوين لهاد لي طرونش ديالكم. كنتمنى تتبعوا معايا هاد النصائح اللي عطيتكم صافي. ها نتوما انا جبدتها هادي من المجمد، ولا بدا هاد يعني الحلوه ديالنا ضروري كيف ما قلت لكم جبدوها من المجمد، وهذاك الكلاصاج ما تكبوش، ما يكونش سخون، يعني كتكون يكون دافي، ضروري خاصو يكون دافي باش ما يذوبش لكم الكريمه ديالكم. سمعوني مزيان هاد النصائح اللي كنعطيكم. صافي كيف ما كتشوفوا معايا غادي بحال هكا كنحاول انني نقاد ليها الوجه ديالها، يكون الوجه مسطح. هاد الكلاصاج هذا اللي غتصايبوه بيديكم ما غتلقاو الحمد لله معاه حتى شي مشكل، غادي يجي لذيذ. وداكشي باش كنقول لكم ردوا البال للحلاوه،
هانتوما الكلاصاج عندنا فيه الحلاوه، لا كريم فريش فيها الحلاوه، السيرو فيه الحلاوه، لا جينواز فيها الحلاوه. ردوا البال، ردوا البال، كنقولها ونعاودها لان بزاف الناس كيوقعوا في هذا الخطا ديال الحلاوه في الحلاوه ديال لا كريم، فكتجي تاكليها كتلقاي راسك كتاكلي غير الحلاوه. صافي نفس العمليه درتها انايا للقطعه الثانيه اللي نسمناها هنايا بالفراوله. انا صافي غادي نكمل هادشي يعني الخدمه اللي عندي كامله، وغادي نحاول ما امكن انني نقطع الجوانب ديال هاد الحلوه ديالنا على هاد الشكل هذا، باش نحاول نعطيوها يعني نعطيوها الشكل ديالها يكون زوين. هنا دابا غنقول لكم علاش خاصكم ضروري تجمدوا هاد الحلوه ديالكم ليله كامله، اولا تقدروا تحتفظوا بها في المجمد حتى 3 شهور ماشي مشكل، حيت كل ما جمدت لكم هاد الحلوه ديالكم فكتكون يعني تجمدات لا جينواز، ملي كتخرجوها هذيك لا جينواز كتزيد كتطاب، يعني كتزيد كتطاب وكتزيد كتعطيكم مذاق زوين للحلوه ديالكم. داكشي باش داك الثلج كيذوب وكيولي ما، وهذاك الماء كيرطب لينا داك لا جينواز ديالنا. فضروري الناس ديال المخابز ولا المحلبات ولا كلشي اللي كيصايب هادشي فراهما كيجمدوه ضروري باش كيكون عندهم دائما ستوك. صافي راه نتوما ملي غادي تلاحظوها الا مشيتوا لاي مخبزه وطلبتوا منهم يحضروا لك شي كوموند ديال الكعكه ديال عيد الميلاد ولا ديال شي حاجه، فراه هما كيكون عندهم داكشي جامد فكيجبدوا يعني ما يمكنش غادي يوجدوها لكم في نهارها، فكيكونوا يعني مصايبين هذا الشيء ومجمدينو كيجبدوا كيبقى لهم غير لا فينيسيون كيقادوها ويصايبوها ويكتبوا فيها داك الكتابه اللي بغيتوا نتوما وكيعطيوها لكم. فهذه من طبيعه الحال المخابز كلها كيديروا هذا الشيء، لان ما يمكنش يخدموا الحاجه بنهارها حيت ما عندهم ما يمكنش يجيريو الطلبات. صافي كيف ما شفتوا معايا انا من بعد ما قطعتها هنايا حاولت انني نقطعتها دي طرونش اللي يكونوا كيف ما قلت لكم هكا مقادين وما يكونوش كبار بزاف، كنركز عليها باش يكون عندكم كميه ديال الربح. وزوقتها سامبل بحال هكا عاديه غير وريده الوسط، وهادو ديال الفراوله درت فيهم حتى هما تزين زينتو ليهم بحال هكا. ان شاء الله باذن الله حلقات مقبله غادي نشارك معكم اسرار اخرى ديال الخدمه ديال المخبزات هكا في هادشي الحلويات ديال لاكريم. اللي مهم هو اللي غنقول لكم هو ان تزين انا درتو سامبل، بغيت نحتفظ به سامبل، وها هما دوك لي طرونش ديالنا كتشوفوهم كيفاش جاو رائعين. غادي تسمعوني مزيان بالنسبه للنصيحه اللي غنبان عندكم في البيع، لان الطريقه ديال هاد لي طرونش اللي بغيتو تخدموهم غير من الدار ديالكم فكتدفعوهم لصحاب الناس اللي اما صحاب المحلات او المحلبات، ف طبيعه الحال ما كيكونوش هادو كيتقام اقتصاديا، يعني ما كيكونش البيع ديالهم طالع بزاف، يعني بحال هكاك ب 4 دراهم ونص، 5 دراهم، 6 ل 6 ديال الدراهم، يعني البيع ديالهم كيبقى حتى 6 دراهم. اللي غنبغي نقول لكم نتوما باش يكون عندكم رباح كثير في هاد لي طرونش هادو، انكم الا كنتو غادي تدفعوهم للمحلات او للمحلبات، ولكن اللي كنأكد عليها هي انها خاصها تكون الكميه، كل ما خدمتو كميه كبيره ودفعتو، يعني ماشي هو غيقول لك مثلا السيد غادفعي ليا مثلا 10 ديال لي طرونش مثلا، يعني هو الاقل ما يمكن هو انكم تدفعوا 10 من الحاجه هذه، يعني اقل ما يمكن 10 من الحاجه دفعوهم ليه، ولكن ماشي 10 في السيمانه، ماشي مثلا غتدفعوا 30 حبه في السيمانه، يعني نتوما ما غاديش يكون عندكم شي ربح كثير، يعني خاص تكون الكميه لا كونتيتي خاصها تكون الكميه، ويكون نهار نهار لا، يعني ما يكونش يعني الطلب ما يكونش قليل، الطلب خاصو يكون كثير عاد نتوما باش تربحوا. اما باش ان يعني البيع ديال انك غتدفعي لي 30 حبه في السيمانه ماشي هو البيع ديال انك غتدفعي لي 30 حبه نهار نهار لا مثلا، فهمتوني؟ يعني نتوما الا كنتو غتدفعوهم ب 4 دراهم غتخليو ليه هما، هو غتخليو ليه واحد جوج دراهم ديال الربح حتى درهم ونص، يعني الله يجعل البركه الا كانت كونتيتي كبيره راه الحمد لله، يعني هو غيربح وانتوما غتربحوا، غير هو انكم تحاولوا تلعبوا انكم ما تقطعوهمش كبار بزاف باش يعني يخرجوكم، وتحسبوا بطبيعه الحال المكونات ديالكم اللي دخلتو تما وتضربوا داكشي اللي خسرتو ضربوه في جوج وقسموا على عدد الحبات اللي خرج لكم ديال هاد لي طرونش. هذه هي النصيحه اللي نقدر نعطيكم، كنتمنى تكونوا فهمتوا الطريقه ديال كيفاش تحسبوا الرباح ديالكم، تعلموا هاد الطريقه هذه.
نتمنى ان شاء الله يا ربي الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اللي بغيت نقول لكم هو انه يعني ما غاديش يسلككم باش تحطوهم في هذا يعني لهذا الكرتون الذهبي، لانه غيتقاموا عليكم شويه غاليين، لان دي ترونش ما كيتباعوش يعني بثمن مرتفع. فلهذا يعني هادو كنستعملهم غير لاباتيسري، يعني لاباتيسري اللي كتكون معقده وكيتباع داكشي لي ترونش كيتباع ب 15 درهم. فانتوما غتستعملوا غير هاد يعني الكويختات ديال مادلين اللي كنخدموا بهم، هادوك عاديين بحال هكا، وكديروا فيهم هذيك يعني الترونش ديالكم كيف ما وريتكم في الفيديو. ثقوا بيا هاد لي ترونش هادو كيجيو من ألد ما يكون صراحه. انتم ما فيهمش مكونات بزاف، ولكن عطيتكم الاسرار ديال البنه ديالهم وطريقة الخدمة ديالهم اللي سهلة واحترافية، وداك الكلاصاج كيجي حتى هو رائع. المهم حاولت ما امكن نقدم لكم بزاف ديال النصائح ونعطيكم بزاف ديال يعني ديال المعلومات في هذا الفيديو هذا. نتمنى ينال الاعجاب ديالكم، نتمنى ونتلاقاو فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله.